أهلا بحضراتكم متابعينا مجددا، وهذه تغطية الخاصة مع بداية فصل الصيف. ناس كتير جدا بتحب تروح الجيم علشان تحصل على ما يسمى بفورمة الساحل أو فورمة البحر، خصوصا الشباب. الحقيقة إنه كتير جدا منهم ممكن يقع فخ نصائح ممكن تعود عليهم أضرار كثيرة، زي مثلا إنه في ناس في الجيم ممكن تنصحهم باستخدام المكملات أو المنشطات علشان تساعدهم إنهم يحصلوا على عضلات كبيرة وشكل الجسم اللي هم عاوزينه بشكل سريع. للأسف كتير جدا منهم بيستجيب لهذه النصائح متجاهلين تماما إن مخاطر استخدام المنشطات المحفزة للأداء البدني معروفة جدا على نطاق واسع وأيضا موثقة، بتتراوح ما بين الإصابة بالعقم للضعف الجنسي وأيضا الإدمان والصلع. لكن هي أنه رغم التحذيرات الواضحة جدا من خطورة هذه المنشطات والمكملات، فإن ملايين الأشخاص أغلبهم من الذكور طبعا بيقبلوا على استخدام هذه المنشطات والمكملات. حقيقة أنه عدد من العلماء عملوا أبحاث لمعرفة السبب اللي ممكن يخلي الناس تستخدم هذه المنشطات الخطيرة جدا، ليها آثار سلبية سيئة بتدمر حياتهم زي ما وضحنا مداها مع حضراتكم في بداية التغطية. اكتشفوا العلماء أنه السر هو الإعلانات، خاصة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي طول الوقت بتطاردنا برجال عندهم عضلات ضخمة، مع محاولة طبعا لتسويق وتصدير فكرة انه هي دي صورة الرجل المثالي، وان ما يعرض عن حياة المشاهير على التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بيخلي ملايين من الشباب بيحسوا بضالتهم بانهم فاقدين حاجه مهمه جدا اللي هو الشكل المثالي اللي دايما بيتم تصديره لينا، علشان بكده يتجهوا لكمال الاجسام وراغبين طبعا في نتيجه سريعه جدا، فبيلجأوا للمكملات والمنشطات على يعني انه الطريق الاقرب للوصول لهذا الشكل. الموضوع الحقيقة ما بيتوقفش عند الأشخاص العاديين اللي هم عايزين يعملوا فورمة الساحل زي ما بيشاع عنها يعني، بل بيوصل أيضا للمحترفين. في دراسة اتعملت على عدد من محترفين كمال الأجسام وقالوا إنهم بياخدوا المكملات الغذائية والمنشطات وهم معتبرين الآثار الجانبية ليها تضحية مقبولة في سبيل الوصول للقوام المنشود. في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية، واحد منهم قال اسألوا أي من الرياضيين الأولمبيين وسوف يخبركم بأن عليكم القيام بتضحيات، ولا فرق هنا، هي إحدى التضحيات اللي على المرء قبولها. يعني بيوضح زي ما قلت لحضراتكم إنه أحيانا بتكون يعني خلفية أو فكرة المكملات الغذائية أو المنشطات بالنسبة لبعض المحترفين للأسف إنه هي دي الصورة لتضحية مقبولة للوصول للشكل اللي بيرغبوا بيه. مشكلة أيضا إن بعض الأطباء قالوا إن في زي سباق مشتعل بصفة مستمرة ما بين شركات تصنيع العقاقير المنشطة، يعني بحثا عن أدوية جديدة بتستهدف فئات عمرية جديدة لأغراض أيضا جديدة. علشان كده وكالات مكافحة المنشطات في العالم كله بتتطلع دائما وبتنشر تحذيرات شديدة اللهجة إن يعني فوائد تناول هذه المنشطات أقل بكثير من أضرارها، بل وإنه وكالة مكافحة المنشطات في لندن قالت في تقرير ليها إنه استخدام المنشطات المحفزة للأداء البدني بيعتبر وبيعد مشكلة صحية عامة وخطيرة. أيضا هناك وكالات لمكافحة المنشطات بتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون
بيستعينوا بأشخاص بيمتلكوا أجسام غير واقعية سواء في الإعلانات أو في البرامج، وده بيغري كثير من الشباب بمحاكاتهم، خاصة وتحديدا في الفئات العمرية ما بين 20 ل 24 سنة، واللي عادة بينجذبوا للواقع المزيف، ثم بعد ذلك يحاولوا إضفاء صبغة من العقلانية على هذا الواقع، فيقنعوا أنفسهم بأن هذا هو الشكل المثالي للقوام اللي بيتطلعوا دايما بصفة مستمرة إنهم يحققوه رغم أي مخاطر. الحقيقة إن إحنا إذا لو بصينا لمشكلة المنشطات، فبنلاقي مثلا وكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة يمكن وضعت قائمة بالمخاطر الصحية والعضوية والنفسية الناجمة عن تناول هذه المنشطات. تضمنت هذه القائمة التصدي عند الرجال، الضعف الجنسي، العقم، الأزمات القلبية، السكتات الدماغية، خطر الإصابة بأمراض فيروسية نتيجة تلوث الدم عبر الحقن بهذه المواد، الإدمان والاكتئاب، النزوع للعدوانية والعنف، كل هذه يعني آثار جانبية لتناول هذه المكملات والمنشطات. انتشار الأمر بلغ درجات قاسية جدا في العالم كله، يعني مثلا أحد مراكز الرعاية الصحية في المملكة المتحدة عمل زي استطلاع للناس اللي بيذهبوا للجيم بشكل منتظم علشان نكتشف إن حوالي 75% من المشاركين في الاستبيان كانوا من متناولي المنشطات، وفوق يعني هذا الأمر إنه قال أيضا 96% من المشاركين في الاستبيان كانوا غير راضيين عن أجسامهم، إن 61% منهم كانوا بيتطلعوا لبناء أجسام ضخمة رغم إنهم يعني بياخدوا هذه المنشطات. حقيقة إنه شيء محزن جدا، يضايق إنه يوصل الهوس بالشباب لهذه الدرجة، درجة تناول المنشطات بتدمر صحتهم وحياتهم، وبيتقبلوا هذا من أجل ما يسمى بفورمة السحر. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.